وقت اللي ما بقول لك انه حرمونا نطلع ونفوت، صار يعني تحسي حالك انك مثل بسجن كبير، صار في مسلحين، صار في ارهابيين، انه صارت حياتنا بخطر. واكثر شيء تضررت فيها النسوان. اسمي دلال، بيلقبوني معلق، عمري 20 سنة. كنت ألعب أنا وأختي وبنات عمي، إنه بيت بيوت ونحنا كنا نطبخ. أنا كنت كتير مأزية بالبيت، كنت معذبة أهلي لدرجة إنه حتى أهلي قالوا لي إنه ابني هلأ طالع لي. أنا كنت بحلم إني يصير ممرضة، دكتورة، حتى كنت أعزف على الناي. والله اضطريت أترك الدراسة بسبب الحرب اللي بلشت، ما في مواصلات تاخذني وتجيبني. إذا كان فيك ترجع الوقت لورا، كنت تزوجتي ولا كملتي تعليمك؟ لا، كنت بكفي تعليمي، ما بتزوج. كان عمر وقت اللي تزوجت 16 سنة، وما كنت حاسة حالي إني صغيرة. كان كتير منيح، يعني شخص إنه ما بيتبدل بأي شخص تاني، كان حنون، طيب، فهمان. آخر يوم كان إنه بحموري، إنه خلاص إنه اليوم آخر يوم للكل، يعني ضرب ضرب ضرب. صرنا بس بدنا نطلع من مكان الضرب، نروح لمكان أخف ضرب شوي. طلعنا ركض مثل المجانين، عالم مو لابسة، عالم تركض هيك. حتى في عالم ما قدرت تاخذ شيء من بيوتها، طلعت بس انه بدها تهرب وتنفذ. يعني خلاص ما بقى في مهرب، اليوم موت الجميع رح يكون. فقدت زوجي، تيتم ابني، انحرمنا الحنيه نحن اثنين، ام واب وطفل. يعني انا اخذت دورين، اخذت دور الاب والام. لهلا في عالم انا بعرفها صار فيها نفس ما صار فيه، لهلا ما قدروا يطلعوا من حالتهم، لا بيحكوا مع عالم، وبيضلوا قاعدين بغرفة على طول بكي، على طول حزن. كنت مقررة إني دل معزولة عن العالم، بس لما أجا الفريق يعني إنه الحمد لله حسلي من نفسيتي كتير، قدموا لنا خدمات طبية كتير. حتى في الأنسة رشا، لولاها أنا ما كنت طلعت من أزمتي، طلعتني من حالة كآبة كنت عايشتها، ما كنت حابة إني أشتغل أنا، وقنعتني إني أشتغل كرمال أرجع ربي ابني وأقدر أعيش عيشة يرتاح فيها. هلأ ما في شيء مهم، بما إنه أنا ابني كان معي، خلاص أنا ما في شيء بنظري إنه مهم إني أخده. الشيء اللي شفته أنا ما بتمنى إنه ابني يشوفه يرجع. نفس حركات أبوه، مع إنه ما بيوعى زيادة لأبوه. أول ما أجي من شغلي بيركض ماما ماما نيني بدي يروح باي. بس انا كثير هيك لاني هم هلا انه ماني عارفه شلون بدي ربيه، يعني هيك لاني همه انه ما اقدر اعطيه حقه، يعني لسه الخوف ساكننا. اذا الاستقرار لهلا الواحد ما حاسس بالاستقرار.